السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اليوم رجعتكم بدرس جديد بموديل جديد إن شاء الله. نتمنى الله ينال الإعجاب ديالكم ونكون خفيفة الدرع على القلوب ديالكم، يكون الشرح ديالي مفهوم إن شاء الله. كما العادة عودتكم الحرير، اليوم غنخدمو بالحرير رقيق على شعره، دائما الفنيسات المقاس سنتيم. اليوم غنخدمو بالزمرد، الموديل دينا غنعدلو فيه الزمرد. زمرد والحرير، على شعره. نقولوا كنفتوها مفتوح على شعره، الحرير رقيق بزاف. كما عودت لكم المخده ديالنا ثقيله الوزن، الفنيسات ديالنا زلقنا او شسنا زمرد في الخيط في الحرير القياس اللي بغينا. انا باقي دابا كنخدمش معكم خير بالخلايل، كنخدم معكم يعني عادي غير الموديلات باش ما نبقاوش داو الساعه على شرط الحرير. نبداو على بركه الله. كنشبو رجل الخيط الاوليين هادو، كنعكسوهم على طريقه، كنعكسو بسم الله. عقده كما العادة، جوج غرزة، جوج عشان اللي قلت لكم انا كنخدم بالخلايل باش الخيوط ما كيشبكوش. تينا كتحكم، في الخيوط، هيدا مطلوقين ملي كيكونوا طوالين شويه كيتخربقوا مع بعضيتهم. عندنا قلنا الصاد الخيوط من هاد الجهه والصاد الخيوط من هاد الجهه، وجوج في 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 الوسط، يعني عندنا 14 د الخيوط. هاد الحرير على شعره يعني كيجي متقول، ماشي حاجه هائله كتجي بالحق. شويش د العنق فيه ما كيبغيش يطلع، خاص معاه الصبر. ماشي في الحرير على دار ونص ودار كيطلع داغيا وكيجي ساهل الخدمه. حتى هذا نوعا ما ساهل الخدمه بالحق، خاص شويه الصبر معاه، كيتعطل شويه ما يطلع. عاود كنشبو الخيط باليمين ونخدمو بالشمال الخيط اللي عندنا. بسم الله. طريقة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب. كنشكر الناس اللي دخلوا القناة ديالي وشجعوني وقالوا لي مسيرة موفقة، عملوا اللايك واشتراك مع الأصدقاء ديالهم وكتبوا التعليق الزوينة ديالهم. كنقولهم شكرا، شكرا بزاف. كنطلب الله يكون خفيف الضلع على القلوب ديالهم. دابا كنفرقوا الخيوط، السم هاد الجهة شبه هاد الخيوط، هاد الوسطانيين او نفس الخدمه الاوليه كنخدموا عليها. دائما كنطقوا بالخلايل بهذه الطريقه، الخيوط من هنا باش نشدو الزواق اللي هنا في الوسط.
بهذه الطريقه. كنرفعو نص الخيوط ديالنا هاد الجهة، هنا عندنا تلاتة الخيوط، تلاتة الخيوط كنخدمو بيهم، هنا تلاتة، كنحاول ما أمكن نمشي درجة درجة، وبلاتي عليا ما منزربش معاكم باش تفهمو الدرس. عندنا هاد تلاتة وهاد تلاتة، كنشبرو هادو، واحد جوج ثلاثة أربعة، هذا خمسة، كنشبرو هذا وكنخدمو الجهة اليمين، كنشبرو باليمين ونخدمو بالشمال. الطريقة هاد الخيط الاولين اللي كنخدمو مشا ليهم، كنخدمو مشا ليهم، كنخليهم بعدا غنحتاجوهم. هادو جوج هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وهادا ستة، كنعكسو الخيوط نفس الطريقة هادي، عاود كنخدمو بهدا بهذه الطريقة. نمشي مع الخيوط درجة درجة، الطريقة هذه كنرجعو من الخيوط اخرين جهة الشمال، كنحيزو الخيوط هيدا ديالنا، هاد الخيط هذا عاود نتمنى الله يكون الدرس واضح، لان الخيط رقاق شويه. الطريقه هذا الخيط الاخري ما كنخدموش بهذا باش ما كنشدوش الزواقه، الا خدمنا يعني غنشدو الزواقه، هادو ما كنخدموش بهم، يعني تنشدو الزواقه اللي عندنا في الوسط، هادو الاخرين ما كنخدموهمش حتى كنشدو الزواقه اللي في الوسط، كنرجعو عاود نفس الخيط الوسطانيين، نرجعو الخيط الوسطانيين كنقلبوهم، كنخدمو عليهم خمسة الخيوط اللي عندنا من جهة الشمال. بهذه الطريقة كنمشي نوسط الخيط عاود، نوسط كنخدمو باش كتنشدنا الزواقة، هاد الطريقة
كنجمع الخيوط الوسطانيين بقاو لنا 4 خيوط، دائما كنعكسوهم كنخدمو عليهم جوج الخيوط، هذا الاول وهذا الثاني، كنرجعو للجهة اليمين ديالي كنشبعو داك الخيط اللي عكسنا وكنخدمو عليه جوج الخيوط ديالنا اللي بقاو. كنجيو الخيوط ديال هاد جوج اللي بقاو كنعكسوهم وكنخدمو عليهم هاد الخويطات اللي بقاو لنا جوج الخيوط. هاد الطريقة نتمنى الله الزواقة تكون واضحة ومفهومه. قلنا خيط واحد كنشدو به الزواقه ديالنا، زواقه سهله وبسيطه بهذه الطريقه هذه. انا بغيت نعمل لكم هاد الخيوط هادوما معكسين الكولور ديالهم باش نفهموا الخدمه مع بعضيتنا. دابا هادو غنخدموهم بهذه الطريقه هذه. بسم الله نشدو الزواقة، الطريقة بهذه الطريقه هذه. تا كنخدمو وسط الخيوط ديالنا، ها جوج اربعه هادو سته، نخليهم نزل هنايا وكنشبرو هذا الجهه اللي مش نشدو تا هو الزواقه. هذه الزواقه كيقولها المروحه مجدوده، المروحه العاديه. من بعد نشارك معكم واحد النهار ان شاء الله ها شنو قلت لكم، الحرير الرقيق اللي ما يكونش بالخليل كيتعقد مع بعضو. الطريقة حتى نشدو الزواقة ديالنا ان شاء الله باش نفتحو اخرى. الطريقة كنشدو هادو مع بعضو. هاد الطريقة نتمنى الله تكون الصورة واضحة مفهومة. دابا على بركة الله كنشبو الخيط هذا اللولي كنربطوه في هاد الخيط الأصفر الوحيد ونطفئ. كنطلعو زمردة
الطريقه المفروضه، كنشدو كما عودتكم علمتكم في الدرس اللي فات. خيط كنخدمو، وخيط كنعمل فيه زمور، ده هذا غنخدموه عادي عادي. كنحملو كنعملو مرخي باش يجي تحت الزمروده، كيهزنا الزمروده بهذه الطريقه هذا نطلعو فيه تصل العقيقات. هذه شويه الخطر بهالطريقه، هذا نخدموه الخيط الخامس نخدموه، هم امكن نجيبوه تحت الزمرد نزيرو. الخيط السادس كنطلعو فيه خمسة العقيقات بهذه الطريقة، نتمنى الله تكون الصورة واضحة والشرح مفهوم بهذه الطريقة. نرجع من جهة أخرى، نشبرو الخيط الأصفر، نخدمو عليه بهالطريقة، نطلعو زمرودة. الخيط الرابع من تحت الزمرد، وحتى الى بقى باين ماشي عيب بالحق، نحاول ما امكن نجيبو من تحت الزمرد. الخيط طلعو تسع زمردات بالطريقة، الخيط الخامس دائما تحت الزمرد باش كيهزنا ديك الزمرد. الخيط السادس كنطلعو خمسة د الزمردات أو العقيقات الخيط كيتلوى. علاش انا كيعجبني نخدم بالخلايل، كيبقاو لي الزمرد كيبقى لي مجموع، والحرير حتى هو كيبقى مطلق ما كيتخربلش، وكل واحد كيرتاح للخدمه ديالو بهذه الطريقه. نتمنى الله يكون الدرس واضح. كنستغنيو على هادو كنحيدوهم، هاد الجوج دائما الجوج الوسطانيين كنعكسوهم، كاين اللي كيبغي يعكسهم كاين اللي كيبغي يخليهم عادي بحال بحال، فعكستي بحال اللي خليته بحال بحال. كنلصقو المكرمي ديالنا، الطريقة
ونخدمو بسم الله حتى نكملو الخيوط ديالنا كاملين. كنخليو هذا هنا نسن بلاتي ليه يمشي درجة درجة باش يفهم الدرس كيف ماشي. نكملوا ان شاء الله الزوقه اللي نشدوها كما خدمنا الزوقه الاوليه. كنمشيو خيط بخيط يعني الخيط الاولي باللولي والخيوط الاخرين اللي كنخدموهم كنخرجوا الخيط ما كنخدموهاش. الا خدمناه كتنشدنا الزوقه. نمشيو بهذه الطريقه حتى نكملوا الى نهايه الخيوط. بهذه الطريقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب الرساله، صلوا على رسول الله. شو هالطريقة وصلنا الخيط الآخر كنشدو بيهم. نفس الطريقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طريقة عبد ها اللي قلت لكم أنا الحرير كيتخربل بعطيته، لو كان الخليل ما يتخربقش. كنقول برافو من السيدات اللي كيخدموا بلا خلايل. الطريقه الى نهايه الخيوط ديالنا تنشدو الزواق ديالنا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هذا السا الطريقة. أتمنى الله يكون تكون صورة واضحة. دابا كنشدو الزواقة بهذه الطريقة. نشدو الخيط اللي الخيط بالشمال ونخدمو باليمين.
الماء الاولية داروا اليوم كنمشي زمرد، ثانية كنعملو فيها زمرد وحدة، خيط هذا الثالث ما كيتخدمش دائما تحت الزمرد، حاولوا معاه في اللول ديالو تحت الزمرد بهذه الطريقه باش كيهزنا الزمرد وما كيبقاش يبل. نتمنى يكون باين. هذا كنت على ثلاثة، الزمردات هذا ما كيتخدمش، خيط الخامس تحت الزمرد، هذا كندخلو فيه خمسة زمردات. علاش كان ندخلو الزمرد في الأول؟ لأن الخيوط كيتبدلو وحنا خصنا ندخلو الزمرد في الخيوط كاملين باش ما كنوقعوش الخيوط كيتبدلو، شي كيكون عندك مدخل فيه الزمرد شي ما عندكش مدخل فيه، اولا كتبقى تخدم و تدخل بوحده اولا بجوج، هيدا كتجي صعيبه شويه بهذه الطريقه هذه. نتمنى الله الزواقه تكون بانت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر. ما نساوش الصلاه على سيدنا محمد الحبيب مع بعضنا، اللهم صل وسلم وبارك على الف صلاه. هذا ما كيتخدمش، بالطريقه الخيط الرابع كنطلع ثلاثة د الزمردات، الخيط الخامس ما كيتخدمش دائما مخوف كنجيبو تحت الخيوط، هادو كنطلعهم فوق كنقسم الحرجين السن هتجي والسن هتجي بطريقة، دائما الخيوط كنعكسوهم
الطريقه. جربتكم الفيديو مره ثانيه لان زوقة صغيره مخدومه على شعره كتصعب باش تكمل الزوقه، يعني باش تبانكم وتعرفوا الخدمه وتعرفوا الزوقه كيفاش كتصعب يعني الخدمه في 10 ولا 15 دقائق. الفيديو جا طويل بزاف، حاولت ما امكن نقص منه. كنخدموا الزوقه الاوليه والثانيه والثالثه نفس الطريقه بالخيوط، كنمشيو معاهم خيط وخيط وخيط وخيط. ملي كنشدو الزوقه كننزل الكوب البيرلا وكنبقاو الى نهايه الخيوط. ان شاء الله الخدمه سهله وزوقه جديده. نطلب الله تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. كنبقاو نخدمو الى نهاية الخيوط لنشد الزواقة ديالي لان الفيديو جا طويل بزاف. حاولت ما امكن نزرب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نتمنى الله نكون عند حسن الظن ديالكم والشرح ديالي يكون واضح وزوقتنا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وصلنا للخيط الاخير، دابا غنشد الزواقه بالخيوط الصفراء. دائما كنرتقوا بالخليله كنرصيو المكرمي ديالنا. الخيط الثاني تاكيكم الخيوط ان شاء الله كاملين. شدنا الزوقة الثالثة، دابا كنقسمو الخيوط وكنخدمو طلو بيرلا، خدمو خيط نطلو بيرلا. الخيط الثاني ما كنخدموهش، الخيط الثالث كنطلعو ثلاثة زمردات. الخيط هذا ما كنخدموهش، ما كنطلعوش زمرد، وهذا كنعمل فيه خمسة زمردات، يعني فحال البيس الاولي والثاني والثالث، يعني كتمشي الى نهايه الخدمه ديالك ان شاء الله. دابا كنخدم على الجهه الشمال، طلعنا بيرلا، كنخدم الخيط هذا خاوي. هنا كنجيو نطلع ثلاثه بيرلات او الزمرد. الخيط الخامس ما كيتخدمش، كيتخدم خاوي. دابا كنفتحوا الزوقه نفس طريقه الزوقه الاولى الثانيه الثالثه حتى نسالم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب، صلوا على رسول الله. قسم الخيوط ديما كنقلبوا الخيوط باش الزوقه كتجي مجدوده. كنخدموا الى نهايه الخيوط كاملين حتى كنشدوا الزوقه. نتمنى الله يكون الشرح واضح ومفهوم ان شاء الله. كنبقاو ماشيين مع الخيوط كنشد الزواقة، وديما نفرز الزواقة كنقلبو الخيوط باش الزواقة كتنشدنا كتجي مجدودة كتجي مفتوحة من الوسط إلى نهاية الخيوط. إذا كنمشيو مع بعضنا خيط خيط،
دابا غادي نشدو الزواق ديالنا، كنرتقو بالخلايل دائما، المكرمي كنرتقوه بالخلايل باش كيرسل المكرمي وما كيبقاش يلعب. دابا نشدو الزواق ديالنا ان شاء الله، نكتفيو بهذا القدر هذا، لان مكرمي فيه موت على الخدمه. الانسان الا اندمج مع النفس ديالو راه فيه موت على الخدمه، كيعطي الخدمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب. نشدو الزواقة، بهذه الطريقة كنشدو الزواق ديالنا. هادي كاين اللي كيقول لويزا، كاين اللي كيقول المروحة، مكرمي كيختلف من قنت لقنت ومن منطقة لمنطقة. نتمنى من الله تكون نالت الإعجاب ديالكم إن شاء الله، ويكون الشرح في المستوى، ويكون خفيف الظل على القلوب ديالكم. دائما، لان ان شاء الله باقي غنعمل الملف مع بعضنا. دائما مكرمي يعني عندك يا زواقه، يا زواقه، يا خدمه المعلم، دائما خصو يتربط من الراس باش ما كيتفسخوش الخيوط. هذا الدرس ديالنا هاد اليوم، نتمنى الله يكون في المستوى ان شاء الله، وينال الاعجاب ديالكم، ويكون الشرح مبسط ان شاء الله. وصلنا الى نهايه الدرس، استودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. بالسلام عليكم في الحلقه القادمه او الدرس القادم ان شاء الله.